وكرامة الصحفي هي اللي تخلق كرامة. ما كاش كرامة صحفة دون كرامة الصحفي. الصحفة أولا وقبل كل شيء هو الصحفي. وما نقولش هذا بعاطفية باسكو أنا كنت صحفي ولا ما ماشي من باب العاطفة ولا هذه حقيقة تلزمها الجميع. طبيعة الحال نتأسفوك ولكن باش نثبت لك بلي يعني ماشي من باب العاطفة ولا الكوربوراتيزم. هذه المشاكل تطرح على كل جزائري، كل جزائري سواء كان صحفي ولا طالب ما يصيب الشغل ولا كان يخرجوا من الجامعة ويخدموا يخدم في بيتزيريا ويخدم. هذه هي يعني الخدمة. لازم احنا الجزائريين هذا سي ان سوجي نتعلموا بلي الخدمة هي اولا قبل كل شيء وما فيهاش عيب. الصحفي الكرامة تاعو هي اللي تخلق كرامة الصحف. دوك يا اخي الاشكالية هو شح الاشهار. مش برك حاج كي نتكلموا اشهار ناس قاعد تخمم الاشهار العمومي اللي ما يمثل حاجة يعني ضعيلة في سوق الاشهار الوطنية. كاين شركة في مجال يعني الاتصالات البيجي تاعها il est plus important que le budget de l'année par exemple. Mais الناس قاعد تخمم على الاشهار. الاقتصاد راهو في ازمه. الوزير الاول كان تكلم بعد اسابيع من ساو الناس قال ما راناش ضامنين نخلصوا الاجور تاع 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 الناس تاع الموظفين. هاد الازمه حقيقه وراهي صعيبه ونجاوزوها مش باش كيفاش انا وغدوا لازم نجاوزوها بالعام.